أهلا بكم مشاهدينا. يوم آخر في ظل تصاعد أزمة رواتب موظفي الدولة. الميليشيا في صنعاء التي أوصلت البنك المركزي إلى الإفلاس كانت خلال الأيام الماضية تواجه دعوات المطالبين بمرتباتهم بالتخوين والرفض، فيما الحكومة التي قامت قبل أكثر من شهر بنقل البنك المركزي صوريا إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تزال غير قادرة على فعل شيء مع بقاء كامل بيانات البنك تحت سيطرة الميليشيا في صنعاء وعدم وجود السيولة الكافية لديها. أزمة مرتبات موظفي الدولة ستكون محور حديثنا هذا المساء، وسنناقشها في جزئين: أسباب عدم القدرة على صرف المرتبات، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة. إذن مشاهدينا، بعد 3 أشهر من توقف صرف مرتبات الموظفين ووصول البنك المركزي إلى حافة الإفلاس ونقله إلى عدن، أصبح وضع موظفي الدولة صعبا وأزمتهم غير قابلة للتسويف. وهذا ما دفع الحكومة إلى التوجيه بالصرف حسب الإمكانات المتاحة وبالعملات المتاحة أيضا مع استمرار أزمة السيولة بالريال. قامت الحكومة في حضرموت ومأرب بصرف مرتبات الموظفين، فيما قامت الميليشيا بصرف مرتبات بعض الجهات الإرادية في صنعاء قطعا للطريق أمام انتفاضة شعبية في وجهها. ولا يزال وضع الكثير من الموظفين في بقية المحافظات غير معلوم حتى اللحظة. نتابع مشاهدين هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. بين ميليشيا ترى في المطالبة بالرواتب خيانة وحكومة لا تدري ماذا تفعل، لا يزال مصير مرتبات الموظفين مجهولا حتى اللحظة، فيما الوضع الإنساني لليمنيين يزداد سوءا ويقترب كل يوم من حدود الكارثة. الحكومة وبعد أكثر من شهر على قرار نقل البنك المركزي لا تزال غير قادرة على تفعيل الدورة النقدية وتوفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات موظفي الدولة حتى في المناطق التي تخضع لسيطرتها. يبدو الأمر أخطر من ذلك، فالحكومة أيضا لا تمتلك البيانات اللازمة ولا تزال تحاول استعادتها من مقر البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه الميليشيا، فيما يبدو أن هذا الأمر أصبح خاضعا للمقايضات السياسية. وزير المالية أكد أن وزارته تواجه الكثير من الصعوبات بهذا الخصوص، مع استمرار رفض الميليشيا قرار نقل عمليات البنك المركزي وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم حسب قوله. رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر طمأن من الرياض جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن أزمة السيولة سوف تنتهي قريبا، موجها وزارة المالية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات، مع استمرار انعدام السيولة بالريال وتأخر طبع الأوراق النقدية التي كانت الحكومة قد وعدت بها سابقا. بعض المحافظات غير الخاضعة لسيطرة الميليشيا لجأت للصرف من مواردها المحلية، فبعد مأرب التي صرفت مرتبات جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، قامت السلطات في محافظة حضرموت بصرف مرتبات المتقاعدين، فيما لا تزال بقية المحافظات خارج الصورة، مع استمرار سيطرة الميليشيا في صنعاء على موارد المحافظات ورفضها توفير المرتبات حتى للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وعجز الحكومة عن معالجة هذا الوضع المختل. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا من المكلا السكرتير الإعلامي لمحافظ حضرموت السيد حسام عاشور. سيد حسام، مساء الخير. مساء النور، أهلا ومرحبا. أهلا بك سيد حسام. يعني في حضرموت بدأت السلطات المحلية بصرف مرتبات موظفي الدولة، وفقا لأي آلية؟ وهل هي يعني تعتبر لجميع الموظفين أم أنها لبعض المؤسسات؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بالمحافظة، بدءا بمعاشات المتقاعدين بالمحافظة من عسكريين ومدنيين الذين لم يستلموا معاشاتهم لشهرين، وذلك المشكلة الرئيسية لعدم وجود تعزيزات مالية بمستحقاتهم، وأيضا مشكلة السيولة النقدية. اتخذ محافظة حضرموت أمس بعد اجتماع وتداولات مع الإدارات المختصة بقرار صرف معاشات المتقاعدين من عسكريين ومدنيين لشهر 9 بالمحافظة بشكل عام، وادي وسحل، البالغة يعني أكثر من 1 مليار ريال. نعم، لكن يعني منذ متى كانت مرتبات موظفي الدولة في حضرموت باتت متوقفة؟ يعني هل من الشهر الذي مضى أم أنها يعني تحمل أكثر من شهر؟
بالنسبة للمدنيين والعسكريين المتقاعدين معاشاتهم لشهرين. أما بالنسبة لموظفي الدوائر الأخرى سيتم الصرف بإذن الله تعالى خلال بداية الأسبوع بعد معالجة مشكلة السيولة، وسيتم صرف رواتب شهر 10. بالنسبة للإدارات المركزية مثل بعض المؤسسات المرتبطة بالمركز، هناك معالجات تجرى لهذا الموضوع لصرف مرتبات. نعم، فيما يخص الإيرادات المتعلقة بمحافظة حضرموت، هل ما تزال يعني تورد إلى المركز في صنعاء أم أنها متوقفة ومنذ متى؟ بالنسبة للسلطة المحلية اتخذت قرار من بعد عملية تحرير المكلا بإيقاف كافة الإيرادات التي تورد إلى المركز وتسقيرها للمحافظة، نظرا لما لحق بالمحافظة من أضرار في البنية التحتية وحاجة المحافظة والإدارات والمرافق التي توقفت موازناتها. ومن خلال هذه الإيرادات يتم يعني صرف قرابة 2 مليار ريال شهريا لدعم المشتقات النفطية للمحطات الكهربائية بالساحل والوادي. نعم. وأيضا توفير بعض الموازنات في الباب الثاني لبعض الدوائر والمؤسسات، أيضا الاحتياجات الرئيسية العاجلة في الخدمات البنية التحتية، مياه، اتصالات، كهرباء، طرب، فكل هذا تعالج من إيرادات المحافظة. نعم، يعني عملية صرف المرتبات على مستوى محافظة حضرموت، هل هذه العملية يعني ستكون دائمة؟ يعني بمعنى هل ستكون المحافظة قادرة على صرف مرتبات موظفيها خلال الأشهر القادمة؟ في حال تمكنت المحافظة من كافة إيراداتها بدءا من منفذ الوديعة إلى المينا إلى استمرار عملية بيع النفط وسير عمل الشركات، بالطبع ستتمكن المحافظة بكل تأكيد من دفع رواتب الموظفين. نعم. والمتقاعدين بشكل عام. نعم، إذن أشكرك السكرتير الإعلامي لمحافظ محافظة حضرموت حسام عاشور، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من صنعاء الصحفي عبد الإله تقي. سيد عبد الإله، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الإله. يعني بعد 3 أشهر من توقف صرف المرتبات، هل من مؤشرات لانتهاء هذه الأزمة؟ طبعا أعتقد أنه صعب جدا التكهن بعمل نتائج محدد إزاء هذه القضية. نعم، لكن من الغالب أن أننا سنلقى مشاكل كبيرة، وأن مسألة تأسيس بنك مركزي في مدينة عدن تشرف على رعاية جميع المواطنين اليمنيين لا زال أمرا صعبا جدا. نعم، وكما تفضلتم وتفضل تقريركم السابق، فبدأت الكثير من المحافظات تتحرك بشكل فردي، وكثير منها بدأ يصرف رواتبه مثل حضرموت ومأرب وعدن للموظفين في تلك المحافظات دون الرجوع إلى البنك المركزي كمرجعية مالية مركزية تهتم بكافة الموظفين. وهذا الأمر يبعث أو ممكن أن نستنتج من خلاله أنه عدم وجود نضوج حقيقي أو كافي لآلية عمل البنك المركزي. نعم، يعني في صنعاء هل ميليشيا الحوثي أو السلطة القائمة هناك التابعة لهذه الميليشيا قامت بصرف مرتبات المؤسسات الخاضعة لسيطرتها؟ كما تفضل تقريركم أيضا السابق، أؤكد أنه تم صرف مرتبات بعض المؤسسات الإيرادية لبعض موظفيها وهي قليلة جدا ومحدودة، لكن أؤكد أيضا أنه في هذه المناطق اضطرت بعض المؤسسات الإيرادية إلى الاحتفاظ بالسيولة التي قامت بالحصول عليها من أجل تغطية نفقاتها المختلفة بالإضافة إلى أجور بعض موظفيها. نعم، ولكن هناك ما زال هناك بعض يعني نوع من التحجج من قبل هذه الميليشيا بعدم صرف المرتبات أنه مقترن بنقل البنك إلى عدن، فيما الرواتب متوقفة منذ ما قبل هذا القرار. لماذا ترفض صرف مرتبات الموظفين
حتى هذه الفترة، يعني في الوقت الذي يعني البنك يعني كان قرار وقف المرتبات قبل أن ينقل البنك إلى عدن؟ صحيح. للأسف أن الطرفين في صنعاء وفي عدن يتخذون قضية وبطاقة المرتبات هذه كقضية سياسية وعسكرية، وهذا الأمر الذي كنا نحذر منه طويلا، إذ أنه يجب أن تحيد مسألة معيشة المواطنين، لأنها الضرر الوحيد والأكبر فيها سيكون المواطن الذي سيضيع بين الشد والرد من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى، وسيكون نتيجة ذلك مأساة إنسانية غير مسبوقة أكثر أو متفاقمة أكثر من الوضع الذي نعيشه الآن. وللأسف يمكن أن تتداعى الأمر إلى مرحلة أخرى أشد تقدما، مثل انقطاع أهم السلع الخدماتية مثل البترول وغير ذلك، وأيضا انقطاع الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي لا تزال تعمل. نعم سيد، هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم المسألة الإنسانية بشكل كبير بسبب أن الطرفين يتخذون هذه المسألة بشكل أو إطار سياسي فقط. نعم سيد عبد الإله، أستسمحك بإشراك الصحفي محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي في الحديث معنا. سيد محمد مساء الخير. مساء الأنوار. سيد محمد، بعد أكثر من شهر من قرار الحكومة نقل البنك المركزي إلى عدن، لا تزال الحكومة غير قادرة على توفير السيولة اللازمة لصرف المرتبات، ما هي الأسباب برأيك؟ في الحقيقة الذي يعود إلى اللقاء القعيطي، في أول لقاء مع الشرق الأوسط تحدث عن أنه يحتاج إلى نهاية العام لكي تترتب الأوضاع بشكل يعني كما ينبغي، لأنه قال لا نريد للبنك أن يشتغل كبديل أو كما يعني وضع مرحلي أو مؤقت، لكن نريد أن يؤدي البنك وظائفه المالية والسياسية يعني والأساسية الاستراتيجية في اليمن بشكل جيد. لذلك هم لم يقولوا أنهم سيسلموا الرواتب من أول شهر، وإن كانوا ملزمين به من ثاني يوم وليس من أول شهر فقط. لأن لكن سيد محمد، هناك تبعات لمثل هكذا طرح من قبل القعيطي، يعني موظفي الدولة يعني يستحال أن يعيشوا بدون مرتبات إلى بداية السنة كما تحدث. نعم، هذا ما قلت، أنه لا بد من يعني أن الرواتب مستحقة على الحكومة منذ اليوم الثاني وليس من الشهر الأول فقط. لكن نعم، هو يقول أنه يعني يحتاج البنك إلى 3 إلى 4 أشهر لكي يقوم بواجبه بشكل أساسي، لكنه لم يقل أنه لن يسلم رواتب الموظفين، بل أنه في تصريح لاحق قال أنه سنسلم الرواتب للناس كما ينبغي. نعم. الذي حصل هو أنهم فوجئوا بتعنت من قبل الحوثيين بمسألة قاعدة البيانات. نعم. ووجد لهذه المسألة حل، ولا أعتقد أن الحكومة لا توجد لديها قاعدة بيانات إلا التي يسيطر عليها الحوثي، لكن وجدت حلول جزئية، ونجد أن بعض المحافظات بدأت بتسليم الرواتب، وهي المحافظات التي تمردت منذ وقت مبكر على الميليشيات في صنعاء، مثل مأرب، مثل حضرموت. نعم. عدن أيضا هنا كثير من القطاعات أو بعض القطاعات تسلمت رواتبها، وهناك يعني عجز في السيولة بسبب سابق، ليس فقط بسبب قرار نقل البنك. نعم. وهناك أيضا تصريح لأحد القيادات البنك المركزي وتناوله الجميع، ويعني رغم أنه لم ينشر بشكل رسمي في وكالة سبأ، أن 400 مليار ريال سوف تأتي من روسيا، وهي التي كان الرئيس هادي قد وقع عليها في وقت سابق. نعم. ثم أوقفها، وبالأمس بندغر أو أول أمس قال أن الحكومة سوف تسلم رواتب المواطنين بشكل عاجل. نعم. هذا ما نأمله ونضغط بهذا الاتجاه، ولا نحمل الحوثي أو يعني فقط مسؤولية أنه تمرد بقاعدة البيانات. الآن يجب أن توجه إصبع المتسبب الرئيس في تأخير الرواتب هو الحكومة، يجب أن يقال ذلك بكل صدق وصراحة، لأن الحكومة هي من يجب أن يوجه إليها اللوم، هي
بالفعل سيد يعني محمد، هو ايضا في جزئيه الحديث سيد محمد ولو قاطعتك، يعني حول انه يجب ترتيب اوضاع البنك بحيث يعمل بصوره جيده على بدايه العام، لكن بالمقابل يجب ان تكون هناك حلول بديله للتعاطي مع مساله مرتبات موظفي الدوله، الا تدرك الحكومه ذلك؟ نعم تدرك ذلك، وكان القرار الذي قلت لك ان هناك حلول بديله، لم تسألني ما هي، لكن أحب أن أوضح أن قرار نعم وضح لنا سيد إيرادات نعم يعني قرار نقل إيرادات البنك يعني الغاز المنزلي الذي تنتجه وتستهلكه اليمن بنسبة 100%، لا تستورد حتى من الغاز حتى 1%، تنتج اليمن الغاز من صافر، والبنك المركزي في صنعاء يستلم يعني يوميا من سواء بالآجل أو بالعاجل قيمة 186 ألف إلى 200 ألف اسطوانة غاز، يعني 6 مليون اسطوانة في الشهر الواحد، هذه قيمتها في الشهر ما يقرب من 80 مليار أو 90 مليار ريال، يعني يوميا تورد إلى البنك 250 مليون و80 مليار بالشهر، وإذا ضربتها في 12 وهي عدد أشهر السنة سيصل المبلغ إلى ما يقرب من 960 مليار ريال، هذا المبلغ هو ما يوازي البند الأول من الميزانية الموازنة العامة للدولة، وهو بند الرواتب والأجور 970 مليون مليار ريال بالأسماء الوهمية والكشوفات الوهمية وأسماء العسكريين والألوية التي كان صالح وزمرته يعني يستلمون مستحقاتهم، الرواتب تصل إلى 980 مليار ريال، هذه هي قيمة الغاز المنزلي فقط. لذلك واحد من الحلول أن بنك مركزي مأرب هو الذي يستلم الأموال، ومنه ستصل يعني وعبر ذلك أعلن محافظ مأرب أنه سيسلم الرواتب للمكاتب التنفيذية في المحافظة وثلاثة حضرموت وغيرها، هناك موارد كثيرة للدولة، يجب على الحكومة أن تتحرك بشكل عاجل. نعم سيد محمد، يعني سنتوقف معك عند هذه النقطة ومن ثم نعود لاستكمال البقية، ولكن سأعود بالسؤال إلى سيد عبد الإله تقي. سيد عبد الإله، يعني الحكومة التي أعلنت قبل أكثر من شهر نقل البنك المركزي إلى عدن لا تزال غير قادرة على توفير السيولة اللازمة حتى لدفع المرتبات، برأيك هل كان قرار البنك يعني قرار النقل قرارا يعني غير ذي جدوى؟ نعم كنت قلت عبر قناتكم الفاضلة قبل شهر تقريبا أن هذه تعتبر مخاطرة ومغامرة قامت بها الحكومة، وذلك بسبب حساسية الموضوع وحساسية الوضع الإنساني الحاصل أصلا، لأنها كانت مخاطرة ولم تكن الحكومة نفسها تعلم مصير قرارها وكيف ستعمل وآلية العمل، وها نحن نرى أنه منذ أكثر من شهر منذ بعد اتخاذ هذا القرار لم تقم السلطات الحكومية في عدن بعمل أي شيء، لم نرى شيء ولم تخبرنا الحكومة عن أي إجراءات حقيقية قامت بها من أجل يعني جعل هذا البنك قادرا على إجراء عمليات المصرفية بالشكل المطلوب. نعم بكل أسف. نعم، ولكن يعني بعد 3 أشهر من توقف أو عدم صرف المرتبات، ما هي اتجاهات الأزمة الاقتصادية برأيك؟ الناحية البنية الاقتصادية، أنا أعتقد أن الوضع الاقتصادي انهار فعليا قبل بضعة أشهر، نحن نعيش الآن مرحلة طوارئ، اقتصاد طارئ أو مرحلة طوارئ تهيمن عليها القضية الإنسانية، الآن نشاهد كثيرا من الصور المفجعة عن منطقة تهامة وما يحصل فيها من مجاعة، وأعتقد يعني هذه الصور حلت علينا فقط في غضون أيام بسيطة لأنها كانت ضمن حملة إعلامية متعمدة، وهذا الشيء يشير لنا بأن مثل هذه الظاهرة هي منتشرة فعليا في الكثير من المناطق اليمنية المختلفة، لكنها لم تلقى فقط التغطية الإعلامية المناسبة لها، أعتقد أنه وضع الإنساني كبير وخطير جدا ومنتشر في أصقاع الجمهورية اليمنية. نعم. ولهذا الأمر كان حديثنا وحرصنا وتأكيدنا على الاهتمام بجعل أو تحييد مسار عمل البنك المركزي وتوحيد الجهود في كافة المناطق من أجل ضمان أن عدم تفاقم المسألة الإنسانية بشكل. وضحت الفكرة سيد محمد، سيد عبد الإله وضحت الفكرة، أشكرك جزيلا الصحفي عبد الإله تقي، كنت معنا عبر الهاتف
من صنعاء. نعود بالسؤال إلى الصحفي محمد الجماعي. يعني سيد محمد، قبل قليل تحدثت عن أن الحكومة يعني يفترض أن تكون تحمل نسخة من البيانات التي ما زالت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، بيانات البنك المركزي في صنعاء. يعني سيد محمد، يعني في ظل رفض القرار نقل هذه البيانات إلى عدن، وإن يعني إن توقعنا أن الحكومة لا تحمل هذه القاعدة من البيانات، فعلى أي أساس ستقوم الحكومة بصرف المرتبات؟ نعم، توجد نسخة من قاعدة البيانات لدى كل مكاتب البريد المركزية في المحافظات، توجد لديهم نسخة ويمكن يعني تسليم الرواتب من خلالها. يعني لا توجد مشكلة من ناحية قاعدة البيانات، فهي بكل حال موجودة. هي مشكلة أخي العزيز، لكن ليست هي المشكلة الرئيسية إذا ما توفرت السيولة وبدأت الحكومة يعني بإجراءاتها فعليا لتسليم الرواتب. وابن داغر قبل يومين ذكر أنه لا بد أن يقوم بتسليم الرواتب سواء بهذه الطريقة أو بتلك، سواء يعني أنشأ قاعدة بيانات أم لم تنشأ قاعدة بيانات جديدة. وكنت أريد فقط أن أعرج على ما قاله الزميل عبد الإله عندما قال أن الحكومة قررت نقل البنك وهي لا تعلم. يعني إذا كانت الحكومة لا تعلم واللجان الاقتصادية التابعة لها والمختصين والخبراء، فهل الحوثي فعلا هو الذي يعلم؟ القعيطي نفسه قال بالحرف الواحد نحن لا نريد للبلد أن ينهار بالكلية. الحكومة مسؤولة عن البلد سواء في صنعاء أو في عدن أو في أي مكان، لذلك كان لابد من تدارك الموضوع بعد فشل الحوثيين فشلا ذريعا وتحمل كافة التبعات. وهذه شفافية وفيها وضوح أيضا للمواطنين. لكن قل لي ما الذي حدث بعد ذلك؟ الحكومة تحاول تسيير الوضع في كثير من المحافظات، سيما المحافظات التي تحت سيطرتها، ولم تخرج مظاهرة واحدة من أجل الرواتب، بينما صنعاء كل يوم يعلن عن حملة يعني للمطالبة بالأجور والرواتب، لأن الحوثيين فشلوا حتى عن تأمين صنعاء، بالرغم من حالة الابتزاز المتواصلة وحالة جمع التبرعات في المدارس والمساجد وحتى عند شركات الصرافة. يوجد شخص يأخذ من الناس تبرعات، إلى أين تذهب هذه التبرعات؟ إلى جيب من؟ ومع هذا لم تحل مشكلة مدرسة واحدة، لم تسلم رواتب مديرية واحدة. فالمواطنين عندها ضجوا وقاموا ويكثر الحديث في صنعاء أكثر من عدن وأكثر من حضرموت وأكثر من شبوة، مع أن الناس كلهم متضررون. لكن هناك حديث سيد محمد، أين هو نعم سيد محمد، هناك حديث عن محاولة الميليشيا مقايضة البيانات التي ما زالت لديها بيانات البنك المركزي، مع التزام الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، حتى أيضا من العسكريين الذين يقاتلون في صفوفها. كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ هذا الموضوع لا يحتاج إلى مقايضة، لأن الحكومة مسؤولة عن المواطنين في صنعاء والعسكريين في صنعاء. والعسكريين في الجبهات التابعين للميليشيا؟ العسكريين المسجلين في وزارة الدفاع وفي يعني كشوفات الدولة، يعني تحويلهم إلى ميليشيا تابعة للحوثي وإقفاهم مثل ما حدث في العراق من اكتفاف العسكريين التابعين لحزب البعث. يعني أعتقد أنها مسألة مجربة ولا يجب تكرار هذا الوضع. يجب أن تعطيهم الحكومة وتشترط عليهم الانضمام للجبهات التابعة لها. وإذا كان عذر العسكري التابع للحرس أو التابع للميليشيات التابعة لعلي عبد الصالح والحوثي، عذره أنه مربوط بالراتب، الآن الراتب مع الحكومة. وهنا نوجه النداء لهم جميعا، الوضع أصبح الآن بيد الحكومة. لو كان الصالح أو الحوثي يستطيع أن يسلم لكم رواتب، لماذا لم يفعل منذ أغسطس أو سبتمبر الماضي؟ لكن هنا يعني الحديث اليوم، وأريد أن أذكر هذه النقطة تحديدا، أن الحوثيين الآن بدأوا بإعادة الترويج للسوق السوداء. نعم. وهذا أيضا مما يعلمه الجميع، أنهم يستغلون هذه الأوضاع هي لصالحهم 100%، يهمهم رواتب الموظفين ولا يهمهم حتى المقايضة التي ذكرتها أنت قبل قليل. نعم. لكن السوق السوداء نعم. هو يعني بسؤال أخير سيد محمد، يعني في ظل الأوضاع القائمة هذه اللحظة، ما هي خيارات الحكومة؟ خيارات الحكومة أن تسلم الرواتب للناس،
تحت أي كشوفات وتحت أي بند، وهي تعلم ذلك وتسعى من أجل ذلك في 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 يعني منذ وصل بن دغر إلى عدن صرف رواتب مصافي عدن، يعني أمر بصرف مليار ريال، هي رواتب متأخرة من شهر يونيو، وهذا يعني أن الحكومة لديها متاحات كثيرة. مارب أعلنت، حضرموت أعلنت، المتقاعدين في عدن أيضا استلموا رغم الطوابير الكثيرة على مكاتب البريد بسبب اعتماد المواطنين هنا على الرواتب بشكل رئيسي. أيضا هناك قطاعات كثيرة، يعني سألنا في مكاتب تابعة للتربية ومكاتب تابعة للشباب الرياضة استلموا. نحن لا نريد أن نزايد، نريد أن نحمل حكومتنا، ونحن برأس مرفوع وبصوت مسموع. الحكومة هي صاحبة الحق في تسليم الرواتب، وهي أيضا من يجب أن يتوجه إليه التهم والسباب والشتائم إذا ما تأخرت، وهي أيضا قادرة على ذلك. نعم نعم، إذن أشكرك الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي عبر الهاتف من المكلا سكرتير الإعلامي لمحافظ حضرموت سيد حسام عاشور، وأيضا الصحفي من صنعاء كان معي عبد الإله تقي، والشكر أيضا للسيد محمد الجماعي الصحفي والمحلل الاقتصادي. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.